قارنة بين ماتشات الاهلي والزمالك اللي جايه، اعتقد اتحاد الكره عمل نفس مواعيد، يعني الفرقتين هيلعبوا مع بعض في نفس اليوم مع فرق اخرى في نفس اليوم بنفس الترتيب عشان يبقى في تكافؤ فرص قبل ماتش نهائي الكاس. يعني يوم 12 الزمالك هيلعب المقاولين، الاهلي هيلعب فيوتشر. تمام. يوم 16 الزمالك هيلعب المحله، الاهلي هيلعب بيراميدز. الزمالك بيلعب قبل الاهلي، خلي بالك، والاهلي بيلعب بالليل الساعه 9:30 بعد الزمالك. لا والله. سبعة. طب دي بقى حته هقول لك عليها اهو. ماشي. والكابتن اشرف عليك. انا عايزكم بس تقولي قوه الماتشات. لا. الزمالك هيلعب المحله في المحله، والاهلي هيلعب بيراميدز. اول وبعدين يلعبوا بعض في كاس مصر يوم 21. اول نقطه قبل ما نتكلم في المنافسين وتقييم المنافسين سواء الاهلي او الزمالك، نظريا الزمالك مباراته احسن يعني. انك بتلعب الاول، خلي بالك الزمالك بيلعب مع المقاولين فرقه بتصارع الهبوط مع المحله، مع المحله في المحله، الاهلي مع فيوتشر، مع المحله في المحل. الفيوتشر هيبقى خارج من ماتش النهائي كاس الرابطه مع المحل، يعني كونك بتلعب الاول الضغوط عليك بتبقى اقل من اللي بيلعب تاني واحد. والله اللي بيلعب الاول، اللي بيلعب الاول الضغوط عليه اقل عشان ما يبقاش في نتيجه المباراه لسه ما عرفناش. التاني دايما بيلعب على نتيجه المباراه الاولى. فانا بناشد بس لجنه المسابقات والمحاكمات المسابقات يفهموا بس الحته دي، لان دي عايزه الناس تكون لعبه كوره وتكون فاهمه قوي في الكوره. انك تحط دايما الزمالك او الاهلي، انا ما بتكلمش، بس هي على فكره ساعات كده وساعات كده. انا بقول لك لازم يعمل مباراه كده ومباراه كده عشان ما يبقاش دايما مصدر الزمالك هيلعب مع المحله في المحله. دايما الماتشات اللي بره القاهره ماليش دعوه، تبقى بدري شويه. عشان انا ما بتكلمش على، انا بتكلم ان تلعب مباراه الزمالك لو لعب مباراه الأول مره والاهلي يلعب بعده المباراه اللي بعدها، الاهلي هو اللي يلعب الاول والزمالك يلعب الثاني. دايما الفريق اللي بيلعب الاول، انا دلوقتي هلاعب كابتن اشرف خلاص، مثلا كسبته الضغوط هتبقى عليك انت بقى ايه اللي هيحصل. لكن لو انت اللي لعبته الاول خلاص وكسبته، اتصدرت الضغوط فين عليا يعني؟ انا لازم اكسب. انما انت ما فيش ضغوط قوي. ماشي. بس احنا لسه مقارنه الماتشات، لا احنا لسه ردينا على موضوع الضغوط دي. اهلي والزمالك يعني نسبيا. ما ينفعش. لا ما ينفعش. بص، هي دي تتعمل امتى بقى الضغوط دي؟ ممكن تبقى امتى؟ لو في مباراه، المباريات اللي هي مثلا بيبقى تالت اخر ثلاث اربع مباريات لازم يتلعبوا في توقيت واحد. صح. مفيش توقيت قبل ولا قبل توقيت. لكن في التوقيتات اللي احنا زي دي لظروف مستوى الفرق، ممكن تعمل ضغط. تعمل ممكن تعمل ضغط. خلي بالك هو كل لان في الاسبوع 23 لا انا هقول لك، لعيبه الاهلي اتكلم في 11 اسبوع فاضلين. بص، لعيبه الاهلي فاقده الثقه في نفسها الفتره دي دلوقتي. لعيبه النادي الاهلي فاقده الثقه في نفسها. انت لسه كنت عامل دلوقتي، او فريق الاعداد كان عامل احصائيه ان في العشر ماتشات الاخيره ثلاثه فوز، اثنين خساره، خمسه تعادل. طيب ايه ده؟ لازم يفقدوا الثقه. عشان كده هما ما بيعرفوش ينهوا الهجمات دلوقتي. يعني النادي الاهلي، مهاجمين النادي الاهلي ما بيقدروش ينهوا الهجمه دلوقتي بشكل واضح. يعني ما طيب لكل ماتشات مين اصعب؟ الزمالك مقاولين، غزل محله، وبعدين الاهلي نهائي الكاس، الاهلي عنده فيوتشر، وبعدين بيراميدز. لا فرق اربع ايام ما بين الماتشات. ماتشات النادي الاهلي اقوى لسبب، لان النادي الاهلي هيلعب مع الفرقتين اللي تحتيه، او الفرقتين اللي موجودين في المربع الثالث الثاني. لا الثاني والبيراميدز او الثاني دلوقتي بقول لك فوق من المربع. فده يعتبر دول اقوى طبعا. لكن نادي الزمالك هيلعب مع المحله بره، يعني هيلعب مع المحله في المحله. ماتشات دايما المقاولين ده فرقه بتصارع الهبوط. المقاولين لو ماتش صعب، الماتش ده بالنسبه له تلات نقط يفرقوا، يطلعوا في حته بس يهدي الدنيا. فالماتشات هتبقى صعبه. يعني هل النهارده انت كنت متخيل ان المباراه بتاعت النهارده كانت هتبقى سهله على صعبه للنادي الاهلي؟ لا. كنت اي حد كان هيقول النادي الاهلي بعد الهزيمه من سموحه هيروح يكسب الجونه. المباراه متصعبه بشكل كبير جدا. طيب فالمباراه